حياكم الله ايها الاخوه والاخوات في ندوتنا لهذه الليله عبر منصه كيكيو اكس ندوتنا اليوم راح يقدمها لنا الدكتور جلال العويبدي العويبدي حاصل على درجه الدكتوراه في علوم الحاسبات من كليه الهندسه قسم علوم الحاسبات جامعه الينوي في مدينه شيكاغو بامريكا عمل على عده ابحاث تتعلق بطريقه الكشف عن المخادعين في شبكات التواصل الاجتماعي ولديه عدد من الابحاث المنشوره تمكن المنشوره في تمكن الحصول على دعم تمكن من الحصول برضو على دعم من شركه ياهو اهتماماته البحثيه عديده تبدا من الذكاء الاصطناعي علم البيانات المعقده تعلم الاله تنقيب على البيانات تحليل وامن وحمايه وخصوصيه الشبكات و تبع أه، اظن ايضا شبكات التواصل الاجتماعي. باذن الله دكتور جلال راح يبدا معنا هذه الليله. تفضل أه، يا دكتور جلال الميكروفون معك اذا كنت تسمعني الان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الصوت واضح كذا؟ اي واضح واضح دكتور تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا لك على هذه المقدمه وشكرا لمدى التعليم الالكتروني في جامعه الملك خالد. صراحة العمادة ما شاء الله دائما متميزة بطروحاتها وبطرقها المختلفة في التعليم لإثراء المحتوى العربي طبعا زي ما أنا شايف تمام أنه معنا حوالي ما شاء الله قرابة العشرين شخص مفترض يعني الأغلبية إن ما ظني انهم سجلوا معنا اصلا في الكورس وطلعوا على الكورس وحاولوا يعرفون بعض التفاصيل عن الاشياء اللي تكلمنا عليها في التنقيب عن تويتر. آه طبعا راح اتكلم باختصار لمده خمس الى ست دقائق ثم نخليها مفتوحه عامه للجميع آه اللي عنده استفسار عنده اسئله متعلقه في الكورس آه اشياء متعلقه بالتويتر وطريقه التنقيب عنها وطريقه تحليلها آه ممكن يشاركنا فيها بهذا يعني طرح الاسئله واحنا ان شاء الله بنحاول نجان باللي نقدر عليه طبعا اول شيء خلونا نتكلم شوي عن الكورس اللي انا اللي اشتغلت عليه هو كان اسمه مايننج سوشيال ميديا يعني التنقيب على بيانات شبكات التواصل الاجتماعي وتحليلها طبعا في هذا الكورس طرقت لعدة أشياء، من ضمنها أعطيت مقدمة شاملة عن التنقيب عن البيانات بصفة عامة، وريت وأثبت يعني بطرق مختلفة إنه حجم البيانات قاعد في تزايد كبير كبير جدا جدا جدا، والذكاء الآن إنه كل واحد كيف يقدر يستفيد من هذه البيانات ويسوق لشيء هو يرغبه أو شيء هو يحبه حتى يوصل للشيء اللي ممكن من خلاله يعرض منتجه أو يوصل لهدف معين من الأهداف اللي من خلاله يحتاج التحليل طبعا طبعا مو اي واحد يقدر يحلل شبكات التواصل الاجتماعي لكن الواحد يحلل لاسباب معينه تطرح في باله آه بعدين ثم تطرقت بعدها على ادوات تنقيب البيانات وتحليلها طبعا هنا تكلمت عن بديت من الاكسل شيت اللي هو الشيء يسمونه مانوالي او الشيء اليدوي اللي بحيث انك انت عن طريق قاعد تطالع وتقلب يمين وتخش على حساب وتروح يمين وتروح يسار وتحاول تستنتج تقول صاحب الحساب هذا رجال لا هذا انثى لا هذا عمره كذا لا هذا كذا من خلال ايش التغريدات اللي هو قاعد ينشرها في حسابه ومن خلال العلاقات اللي قاعد يتبعونه ويتبعهم وهذا الشغلات. ثم من بعدين شويه رحت ادفانس شوي تكلمت عن التنقيب عن البيانات يعني حاولت اني اشرح لكم انه كيف تحاولون تروحون تضيفون البيانات او تضيفونها يدوي انا ما تدخلت في انه عرض خوارزميه لانه سهل الواحد يقدر يستعرض وحطيت كود انا في احد المناقشات يقدر الواحد من خلال يسحب التغريدات اللي يحتاجها لكن حبيت اني اكون مبسط استهدف في الكورس هذا من البيسك الى الادفانس يعني اي واحد يبغى يتعلم تنقيب عن البيانات في شبكات التواصل الاجتماعي وتحليله يقدر يفهم محتوى هذا الكورس لانه هو كورس زي ما انتم شايفين 101 ثم بعد تطرقت على استخدام بعض الادوات اللي موجوده زي يسمونها البزنس انتليجنت تولز مثل باور بي اي والجوجل داتا ستوديو حاولت في هذه اني اضيف بعض الشغلات اللي انا سحبتها وحاولت اني اظهر بعض المعلومات وبعض التفاصيل وبعض الاشياء المهمه اللي ممكن يعني تقدرون تنتجونها من خلال البيانات اللي جمعناها من حساب تويتر. طبعا ثم بعدين تعمقت شوي حاولت اني اتكلم عن المجتمعات الافتراضيه داخل تويتر حاولت يعني اذكر ايش؟ الناس لما تيجي تتكلم في تويتر ولا تكتب تغريده الناس الاخرين بيتفاعلون معها اللي يتفاعلون معها ممكن ناس من محيطه داخل اللي هم الفولورز اللي بيتبعونه وممكن ناس من برا او من اشخاص هم يتبعهم او ممكن من الفولورز حقين الفولورز حقينه يعني يعني التغريده لما تروح لما تذهب في شيء تلاحظونه يعني تخشون على على راح نحاول ندخل الان على تويتر اناليتيك الجميع عنده حساب في تويتر بس الجميع آه ما يعرف انه ممكن في مزايا معينه في تويتر انا بحاول اشارككم ومش... الشاشه دقائق بس بشرح بعض الشغلات اللي حاولنا نستنتجها نعم هذا هو سكرين شير هل تقدرون تشوفون اللي انا اعرضه ما ادري تشوفون لان انا قاعد اعمل شير من المتصفح واضح واضح يا دكتور واضح اوك آه كان واضح كان ظاهر ها آه? كان واضح... ظاهر تويتر انا اناليتيك تويتر ايوه انا ممتاز لأ. ممتاز شوفوا هذه خدمه موفرتها لنا تويتر على السريع، فيها تحليلات كثيره جدا. تمام؟ ممكن الكل يعرفها بس الكل ما هو ممكن قادر يفهم شلون هو يقدر يوصل بحسابه للعالميه او ممكن شلون بعض الشغلات يقدر يستنتجها. هذه تتعلق بحساب بحسابكم الشخصي انتم، الحساب الخاص فيكم انتم. لكن لما احنا نجي نحلل البيانات اللي تفضل. اه كيف نوصل هذه الصفحه، هل هي لها حساب خاص ولا اي واحد ولا يعني اي واحد انا لتك شايفينها فوق انا لتك نعم انا لتك دوت تويتر دوت كوم ويفعلها آه. يعني مجرد انه يحط الرابط اللي فوق على طول يعني يدخل نعم نعم مجرد انه هو داخل على حسابه اصلا يدخل معها على طول صح؟ صحيح صحيح فيم. صحيح حيدخل على حسابه فوق فإنتوا تخيلوا معنا مثلا حساب مثل حساب اماره منطقه مكه مثلا ولا حساب من الحسابات اللي ما شاء الله عنده آه مليون فولورز ولا عنده 400 الف فولورز حتلاقون هذه الارقام كلها خرافيه انا مثلا الفولورز اللي عندي مثلا حاليا 3300 اللي زادوا معي 127 خلال ال 28 يوم الماضيه هذه يعني هو بيعطيك تفاصيل معينه لحسابك انت لانك انت تملك الحساب هذا تمام جاء قال لي التغريدات حقت خلال ال 28 يوم وصلت ل 8 ل 78800 شخص بمعدل زياده عن الشهر الماضي 85% الناس اللي زاروا البروفايل حقي 5629 خلال ال 28 يوم هذه منها حصلت على 127 متابعه which is good يعني بالنسبه لي فانتم ممكن تسوي شو اللي تلاحظون في المتصفح انا ايش بكتب؟ بكتب 127 قسمه 5500 تقريبا 5629 عارفين ايش نبغى نطلع؟ يعني 2% تابعوني Which از جود على حسب ايش التارجت اللي انا ممكن استهدفه. انا يعني حسابي مثلا على سبيل المثال ما هو حساب اعلاني او حساب شركه على اساس يهمني انه يجوني ناس فولورز تمام؟ ولا انا عملت تسويق للتغريدات وكذا لكن هذول الناس جو مثلا من التغريده الاخيره اللي ممكن وضعوها الشباب في عمات التعليم الالكتروني بخصوص الويبينار وممكن من اشياء اخرى يعني في تغريدات معينه فنيجي نشوف نطالع في التفاصيل الداخليه نجد انه هذه التغريده هي اكثر تغريده هذا الشهر ب 38100 امبريشن ايش يعني 38100 امبريشن يعني وصلت ل 38000 شخص كيف وصلت ل 38000 شخص انا مثلا يتبعني جامعه الملك خالد لو جاء صاحب حساب جامعه الملك خالد وعمل ريتويت لي حتظهر لكل الفولورز حقينه فالناس اللي في الفولورز حقين جامعه الملك خالد لو الاشخاص اللي ظهرت لهم التغريده في الحساب حتى مو شرط انه يضغط عليها بس تظهر له في التايم لاين بهذه الحاله هو يستطيع ان تنضاف الى قيمه الامبريشن هذه فاحنا كيف نحاول نضيف مثلا تغريده معينه ما هي تبعنا نحاول نقيس مستوى الامبريشن حقها ناخذ التغريده ونشوف كم عدد الريتويتد وكم عدد الفيفرد فيها وكم عدد الريبلاي ممتاز ثم بعدين ايش نعمل نشوف الريتويتد مين هم الاشخاص اللي عملوا ريتويتد ونحاول نشوف كم الفولورز حقينه ونفرض التغريده من التغريدات عملوا لي 100 ريتويتد عليها ال100 شخص هذول كل واحد عنده 100 آه يتب يعني يتبعونه 100 شخص فاحنا نتكلم 100 في 100 فنتكلم على 10000 شخص ممكن ال 10000 شخص احتماليه يشوفوا التغريده حقتي هذا باختصار الامبريشن هنا قسوا عليها التفاصيل الاخرى اللي تظهر مثلا يجيبون لي مين اكثر شخص تابعني تمام عنده فولورز كثير ويجيب لك بعض التفاصيل الاخرى نجي نخش ديبر نشوف التويتات نفسها لو تلاحظون فوق في تويت ابغى اشوف مستوى التغريدات نفسها على الليفلز حق التغريده نفسها فتلاحظون ان عندي فراغ في الشهر هذا لكن عندي مثلا تغريده حصلت لي في مارش 10 تقريبا او مارش 11 حصلت على تقريبا 12000 امبريشن فيها which is good. بعدين التغريدة اللي صارت في 24 حصلت على 25000 ألف. ثم التغريدة اللي وضعتها هذه توقع تغريدة عمادة التعليم الإلكتروني وصلت ل 12000 ألف شخص. ممتاز هذا بالنسبة للتغريدات. نبغى نشوف التوب ريتويت طبعا أو نشوف التغريدات نفسها اللي عندي. لو تلاحظون هذه التغريدة 40000 ألف. ثم الانجيجمنت 5200 الانجمنت ريت ارتفع بنسبة 13%. ونفس السيناريو او بمعنى الصح الانجمنت ريت بالنسبه للشهر هذا. في عندنا توب تويتس هذه ما زالت هي اعلى تغريده موجوده ثم بعدين التويتس مع الريبلاي يعطيك تفاصيل عنها ايش الامبريشن مثلا هذه حقت مبارك دكتور اسيل وصلت الى 717 امبريشن بعدين عندنا البروموتد ايش البروموتد هذه هذه لو انا عملت تغريده مدفوعه التكاليف بحيث انه ايش تظهر عند الادز وهنا راح يظهرون لك يشوفون كم التكلفه حقتها وصلت وكم امبريشن لانه هم كيف يدفعوا يقيسون قيمه الدفع ال 100 دولار الظاهر قرابه 3000 توصل ل 3000 شخص وكل ما تزيد العدد كل ما تدفع زياده هنا بعض الشغلات الانترستد مثلا انجيجمنت يجيني لو تلاحظون خلال 28 يوم عندي الانجيجمنت ارتفع 3% عن الشهر الماضي اللي ضغطوا على على التغريدات يعني كيف يعني ضغطوا على التغريدات؟ يعني 69 شخص ضغطوا على التغريده وشافوا تعمقوا فيها تمام؟ 89 شخص عملوا ايش؟ ريتويت لها 172 لايك فار و101 ريبلاي خلال الشهر هذا فهذه تفاصيل مهمه تهم تهم صاحب حساب مثلا جامعه الملك خالد جامعه جده جامعه الملك عبد العزيز يعني جامعه الملك عبد العزيز الحين الفولورز اللي عنده يوصل لقرابه المليون لكن لو تلاحظون في الريتويت والشغلات هذه تقريبا قليله جدا مقارنه بالجامعات الاخرى فمعناته انه الفولورز اللي في جامعه الملك عبد العزيز ما هم متفاعلين يعني اغلبهم بس وظائف جامعه الملك عبد العزيز لمثلا لمتابعه الحساب بصفه عامه يعني وضحت فهذا بالنسبه ل المعلومات طبعا في هنا شغله حلوه حابه اوضحها اللي هي الاودينس هذا ايش بيجيب لي؟ بيجيب لي من الاشخاص المهتمين يعني كل الناس اللي مهتمين يتابعوني انا او اللي يتفاعلون معي دائما ناس مهتمين في العلوم واخبار العلوم اغلبهم من شبكه الجوال اس سي معاهم اغلبهم يحبون يشترون اونلاين هذا شيء غريب يعني هذه ممكن من العلاقات اللي الواحد يحاول يدرس السلوك حقها اللي هو انه ليش كل اللي اللي يتابعوني مهتمين بالعلوم وشرايين اونلاين يحبون يشترون اونلاين فما ادري ايش العلاقه ما بين الاثنين هذه فممكن واحد يعطينا رايه فلو تلاحظون اغلبهم ساينس علوم اللي هو اخبار العلوم مهتمين في التكنولوجيا مهتمين في الفضاء مهتمين في الطقس هذه هذا جديد بالنسبه لي انه واحد مه... يعني كثير مهتمين بالطقس <applause> <applause> وهكذا يعني تقاس طبعا هذه بعض التفاصيل هم جايبينها عاملينها بريدكشن تويتر يقول انه 67% من اللي مشاركين معك ويتابعونك وكذا بالنسبه لحسابي انا هم رجال و 33% هم في مين وجايب لي برضو بعض المعلومات رواتبهم الافتراضيه بناء على الاهتمامات اللي هم يتابعونها بشكل يومي فحاط لي الرواتب بهذا الشكل. طبعا هنا حاط لي ايش الشبكات اللي تستخدم من خلال التفاعل مثلا اغلبهم جوال 60% وموبايلي وزين يعني ما شاء الله تقريبا اغلب اللي يتابعوني ما يستخدمون يعني يعني شبكه الانترنت البيت يعني او العمل. يستخدمون شبكه الجوال الكارير نفسه. آه، وممكن اتوقع والله اعلم في يظهر لي هو ايفون ولا مش ايفون في هذه لها هنا اتوقع شو لو ضغطنا ايوه لو ضغطنا هنا حيظهر لي 62% معاهم ايفون و 29% معاهم اندرويد ديفايس تمام؟ آه، موبايل ويب يعني اغلبهم ما شاء الله موبايل ويب يعني متصفحهم من الحساب من الديسك توب واللابتوب 91% هذه غريبه اللي هم اللي ما ادري كيف هذه حاسبينها. فهذه بعض اللغات، طبعا هنا يجيب لك اللايف ستايل، وهنا يجيب لك الديموغرافيا، يعني 79% من السعودية، 5% من أمريكا، 3% من يونايتد كينجدوم، ومن الإمارات وهكذا. الريجن، 12% من مكة، 11% من الرياض، 3% من الشرقية، بعدين من إنجلند، 2% وهكذا، يعني جايب الريجنز نفسها. آه الشيء الحلو 40% اللغة الإنجليزية متابعيني. تمام؟ بالانجيجمنت وحاط هنا 97% عربي، طبعا كيف تجي 97 و 39؟ هم في الاساس حاط انه اللغه العربيه يستخدمها لكن حاط في الحساب انه انجلش يعني في نفس تويتر حاط انه اي ان هي اللغه الاساسيه مثلا زي انا حاط اللغه الاساسيه اي ان لكن تويتر ايش يسوي؟ يشوف التغريدات بايش؟ بالعربي راح يضيفك للعربي، يعرف انك انت عندك دول يسمونها دول لانجويج هذا باختصار شديد على اللي هو التحليل طبعا انا شيء ثاني اخر حشارككم بشغله ثانيه اخرى وبعدين ناخذ ممكن الاسئله زي ما تحبون بس لحظه شير سكرين ابلكيشن هذه من الشغلات اللي احبها اللي هي ايش؟ ما ادري تشوفون الحين الادوبي تشوفون الادوبي اكروبات واضح ممكن تأكد لي مدى التعليم عن بعد واضح واضح دكتور ممتاز لو تلاحظون هذا الملف طالعون تستغربون ايش الرسمه هذه هذه العلاقات اللي انشئت من احد الهاشتاجات اللي هم اليوزرز مع بعض يعني يعني حسابات تويتر علاقتهم مع بعض مثلا على سبيل المثال تغريدة من التغريدات شاركوا فيها عشرين شخص وتغريدة أخرى شاركوا فيها عشرين شخص وتحمل نفس الهاشتاج فقاعد أطلع العلاقات اللي ما بين اليوزرز نفسهم فهذا لو تلاحظون شو لو نقرب حيطلع لك إيش حيطلع لك أسامي الحسابات نفسها طبعا إيش الأسهم اللي ما بين الحسابات هذه ما تقولون إيش اللي قاعد يصير هذا قاعد يعطيني الريليشنز اللي ما بين اليوزرز نفسهم من التغريدات اللي اللي طلعتها انا من الهاشتاج تمام؟ فتطلع اشكال جميله تقدر تعرف من خلالها نقطه التواصل ما بين اليوزرز. هنا ايش راح يطلع لك؟ مثلا عدد اليوزر 11000 عدد العلاقات اللي ما بينهم توصل الى مثلا مليون. كيف يعني؟ يعني مثلا انا من ال 11000 انا مثلا عندي علاقه مع 500 شخص قد تواصلت معاهم او يتبعوني. وهكذا يقاس. آه طبعا هذه رسمه اخرى، طبعا الرسمات جميله جدا تخلي الواحد يستمتع صراحه. الرسمه الاخرى هذه يطلع العلاقات ما بين الهاشتاج كيف يعني يعني مثلا في هاشتاج اسمه جامعه الملك خالد سحبت كل التغريدات حقته بعدين لقيت معها هاشتاجات اخرى كيف يعني يعني في تغريده واحد ثاني سواها جامعه الملك خالد حط الهاشتاج وحط مثلا كلمه عمادة التعليم الالكتروني فهنا يسوي علاقه ما بين جامعه الملك خالد والتعليم الالكتروني فهنا شوفوا من هاشتاج واحد قدرنا نطلع كل هذه العلاقات من الهاشتاقات وكيف طريقه طريقه التواصل ما بينهم من خلال الهاشتاجات وباليوزرات نفسهم ممتاز بعدين عندنا هذه المنشن كيف يعني المنشن؟ يعني هذه باختصار شديد يسوي لك المنشن ما بين تو يوزر يعني مثلا هاشتاج معين جامعه الملك خالد وجاء واحد ثاني عمل منشن لشخص اخر فيطلع لك المنشن ما بين اليوزر داخل الهاشتاجز نفسهم بهذا الشكل طبعا تستغربون تقولون طب ايش هذه العلاقات بين هذه اللي في الاطراف هذول ناس منشن بعض وهم بعيدين عن المجموعه نفسها يعني اثنين في السرب اخر يعني زي ما يقولون هذول لا قاعدين يمنشنون بعض وهم لهم علاقه بنفس الهاشتاج هذا فهذه خليك تفهم التصور بشكل عام هذه برضو تطلع ايش النتورك من آه الان اللي ظاهر عندنا آه ملف آه بي دي اف الصفحه الاولى بس يعني اللي هو التاب الاول أوه. هل انت تصفحت عده تابات ولا تاب واحد؟ ايوه صفحت انا تابات ما ظهرت؟ ظهر عندنا التاب الاول فقط اه المعذره ظهر عندنا التاب الاول طيب دقيقه خلك معي خلك معي كذا ظهر الحين تظهر آه. تشوف التابات لا ظاهر عندنا بس تاب واحد فقط. لا الزوم فقط حتى حتى البي دي اف ما هو ظاهر افتح البي دي اف الان انت فتح. دقيقة اعمل اعمل شير اول للسكرين فل فل يعني للديسك توب عملت هي انتاير عمل عملت انتاير شير هذا هو انتاير شير جاك اوكي روح الان روح الان على البي دي اف الان هذا البي دي اف ظهر أيوة. ايوه ممتاز هذا التاب الاول فتحت الان فتح, فتح التاب الاول يعني فتح... الحين فتحت التاب الثاني ظاهر دقيقه ما يظهر لك فوق التاب الثاني الآن. الان التاب الثاني ظهر الان اه ظهر الان ها أيوة. الثاني الان ظهر ما. معلش سامحونا طيب الحين انا في التاب الاول شرحته تقريبا وكان واضح صح ولا انا غلطان؟ ايه واضح الاول كان التاب الاول هو اللي ظاهر وهو اللي شرحت فيه البدايه صح؟ إيه. طيب الحين إيه. انا في الثاني انت بس خلك معي قول لي انت في الثاني لما اقول انا في الثاني ولا في الثالث كذا قول لي نعم ظهر انا في الحين في الثاني انت في الثاني هنا العلاقه ايوه هنا م. العلاقه ما بين الهاشتاجز اللي مع بعضها زي ما ذكرت هاشتاج مثلا جامعه الملك خالد ايش الهاشتاجات الاخرى اللي تظهر معها فيظهر فيظهر لنا هذه العلاقه طبعا العلاقه اللي مسويها باليوزر كيف يعني انا يعني مثلا مين الاشخاص اللي يغردون في هاشتاج جامعه الملك خالد مع هاشتاجات اخرى يضيفونها في نفس التغريده مثلا كتب تغريده وحط جامعه الملك خالد وحط تحتها عمود التعليم الالكتروني مثلا على سبيل المثال فهنا نسوي علاقه ما بين التو هاشتاجز هذه الحين انا في الثاني الان معلش دكتور رجعنا للثاني اي تفضل الان التجمع مع الدائرتين النقاط السود المتجمعه يعني في 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 تجمعين للنقاط صح نعم كل تجمع يعتبر هاشتاج الان صح نعم مجتمع هذول مغردين في ذا الهاشتاج وفي هاشتاج اخر ظهر اللي هو الازرق اخر تجمعوا فيه الناس فاهم علي يعني مثلا مجموعة الناس اللي غردوا بجامعة الملك خالد مع مجموعة الناس اللي غردوا بعمادة التعليم الالكتروني وكلهم في نفس التغريدة بس سوالهم إياه على مجتمعين منفصلة. لأن كل ممكن نقطة واحد صوت. غرد نعم كل دائرة تعطيك مجتمع كل نقطة النقطة تمثل حساب. نعم نعم كل نقطة سوداء تمثل حساب. شارك في الهاشتاج هذا. ليش في نقاط بعيدة ونقاط قريبة في التجمع؟ هاشتاقات أخرى مثل والنفرض قال كتب جامعة الملك خالد لكن هو يتكلم مثلا على والنفرض جامعة الواقواق مثلا فهذه جميل. ما حد الواقواق هذه ما حد قد تكلم فيها فحطها بعيدة إنه هذا لحاله قاعد يغرد خارج السر بس حط إنه هو متصل بالهاشتاق الأم اللي هو جامعة القرد اللي هو الأصفر هذا جميل جميل حلو طبعا يعني كل واحد له نظره في التحليل، كل واحد له نظره بطريقه اخراج البيانات تختلف عن الاخر. في النهايه ممكن انت تفرضها بشكل اخر او تحللها بشكل اخر، يعتمد على ايش؟ على فهمك للش... للنتورك اللي هو النيورال نتورك. طبعا هذه النيورالز او طريقه التواصل هذه هم جايبينها من النيورال اللي هو الخلايا العصبيه اللي في دماغ الانسان. كيف ترابطهم؟ اللي هو من مثل الشبكات الشبكه حقت الانترنت. لو كل تذكر درسنا شبكات اللي هو منهج الشبكات كانوا يذكرون فيها النوت والدوت النقاط اللي ما بين تو بوينتس وهكذا هذه كلها من نفس السيناريو هذا الحين انا في الثالث هنا ايش بسوي؟ اذكر المنشنز يعني واحد عمل منشن ليوزر في هاشتاج ممتاز فكلهم متجمعين دكتور. في الوسط دكتور معلش لو تشرح كلمه منشن يمكن بعض المشاركين معنا جدد منشن يعني ايش؟ يعني يعني في التغريده في التغريده انا جيت ولقيت تغريده عن جامعه الملك خالد وجيت عملت عليها ريبلاي او جيت سويت تغريده جديده وحطيت فيها هاشتاج جامعه الملك خالد وحطيت ذكر ليوزر لي ثاني للمستخدم لحساب تويتر اخر مثلا ابغى اذكر فلان الفلاني شكرا مثلا سعاده عميد التعلم الالكتروني على الاستضافه وحطيت جامعه الملك خالد وحطيت ذكر لحسابه في الهاشتاج حق جامعه الملك خالد فهنا ايش يجي طالما انا تكلمت بهاشتاج ذكرت مثلا سعاده العميد فممكن ما حد قد ذكر سعاده العميد فجينا احنا في الاطراف هذه انك قاعدين نغرد يعني يعني ذكرت عملت منش لشخص ما له علاقه بال ما قد اصلا عمل منشن لهذه التغريدات او ما قد عمل تغريده بهذا شو اسمه بهذا الهاشتاج لكن اللي في الوسط ذولي عملوا منشنز ذكروا بعض وغردوا في نفس الشيء بنفس الهاشتاج فهذه بالعلاقه اللي ما بينهم اللي تطلع اخضر وازرق لو تلاحظوا هنا مثلا تلاقون في برتقالي هذول قريبين من بعض كلهم طلعوا عملوا لهم ذكر من زي هذا شوفوا كلهم هذول اللي هنا في اليسار ما ادري الماوس تشوفونه ولا لا بس انه هذول الاشخاص كلهم انذكروا من خلال هذه الشيء الاخباري هذا في الردود حقتها بعدين نجي للرابع اللي هو العلاقات اللي اللي هنا مين اكثر ناس ذكروا ناس اخرين يعني يعني حطوا الهاشتاج مثلا جامعه الملك خالد وذكر ناس معاه اخرين يبغى يذكر يقول له شوف هذا الهاشتاج او تابع هذا الهاشتاج فهنا طلعت لنا هذه الشغلات مثلا هذه النيوز الاخباريه هي اكثر شيء مثلا شاركت في الشغلات هذه في الهاشتاج هذا تمام وذكرت ناس اخرين فصار عندنا مجتمعات افتراضيه بالالوان المختلفه تمام طبعا انت كل ما تخش اعمق كل ما تظهر لك الحسابات تمام طبعا احنا هذه مسوينا شيء يسمونه فيجواليزيشن او عرض مرئي لها لكن هي في الحقيقه لو في يعني قبل ما نعرضها بهذا الشكل هي عباره عن تيبلز عباره عن جدول في ارقام صفر وواحد صفر معناته ما في علاقه بينه وواحد في علاقه بينه ممتاز بعدين هنا جينا لايش لاكثر الناس اللي عملوا ردود على التغريدات اللي فيها الهاشتاج هذا مثلا واحد ذكر جامعه الملك خالد تحصل هاشتاج اسم جامعه خالد تحصل المركز الاول في على مستوى الجامعات الناس اللي ردوا على هذا الهاشتاج تمام تظهر بهذا المستوى هذه العلاقات ما بينهم هذول اليوزرات كلهم ردوا على هاشتاج واحد وهذول اليوزرات اللي هنا الاحمر ردوا على هاشتاج اخر وهكذا هذول مثلا ردوا على هاشتاج واتصلوا ما بينهم وابتعدوا عن بعض لكن هذه ما بينهم يوزرات يعني ليش هذول متصلين جنب بعض عباره عن مجتمعات ثلاثيه وهم جنب بعض في علاقه ما بينهم بمعنى مثلا انا والناس اللي في جده جامعة الملك خالد والناس اللي في ابها، الرياض والناس اللي في الرياض، بس كلنا متصلين انا اللي متصل مع جامعة الملك خالد عن طريق زميلي مثلا الدكتور فهد، والدكتور فهد متصل مع الرياض عن طريق زميله اسمه الدكتور احمد، والدكتور احمد متصل بجدة عن طريق مثلا واحد اسمه علي في جدة، وهكذا تصير عشان كذا يصير في كونكشن ما بينهم مترابط زي ما انتم شايفينه. آه تقريبا هذا باختصار شديد حاولت اني اتكلم واعطيكم بعض الاشياء والهنت وانا الحين طبعا المفروض اني خمس دقائق لكن طولت وتحمست على قولتهم فعندكم المايك الحين معكم نص ساعه ممكن نتناقش فيها واعذروني على الاطاله. الله يحييك يعطيك العافيه دكتور جلال الاخوه والاخوات اللي حابين يشاركون ممكن بالاسئله ممكن عن طريق الشات اللي موجود نافذه الشات ممكن تضغطون عليها تفتح لك نافذه في, في اليمين ممكن تكتب سؤالك اللي يحب انه يشارك في, في المايك يعطيني آه بس آه يعني اكتب لي انه حابب انه يعني يشارك عن طريق المايك على اساس اعطيه الصلاحيه. طيب دكتور جلال الملفات الاشياء اللي شفناها قبل شويه الصور والاشياء هذه هي في الاصل كانت عباره عن ملف اكسل. اي نعم هي عباره عن ملف اكسل اول شيء سحبنا التغريدات زي ما شرحنا في الدروس انه التغريدات ما بين الاشخاص بعدين حاولنا في كل تغريده طبعا طبعا سحبنا سوري الهاشتاج معين مثلا هاشتاج جامعه الملك خالد ظهرت معانا مثلا ألف تغريده ال1000 تغريده هذه اللي شاركوا في الهاشتاج جامعه الملك خالد هم عباره عن ألف حساب في تويتر رحنا سوينا اخذنا الحسابات هذه وحاولنا نبحث معلومات اكثر عنهم فجمعنا بيانات ألف حساب برضو حطيناه في الاكسل بعدين عملنا له الفيجواليزيشن اللي انتم قاعدين تشوفونه عن طريق برنامج اسمه نود اكسل وممكن نب... طبعا احنا عندنا طريق كود البايثون لكن ساعات نحتاج شيء سريع ممكن نظهره عن طريق بعض البرامج الجاهزه اللي تظهر لنا هذه الشغلات دكتور بالنسبة لل طبعا المحاضرة هذه مسجلة ندوتنا الليلة مسجلة وراح تنزل على المقرر في مقرر تنقية شبكات التواصل الاجتماعي على منصة كيكيو اكس في مسجلة اللي متأخر ممكن يرجعوا لها المحاضرة من البداية طيب في هنا سؤال الدكتور جلال يقول ما أهم المعالجات الإحصائية التي يمكن تطبيقها على شيت البيانات لحظة دكتور جلال معنا دكتور جلال أنا اسمعك أي أي ألو؟ ما أهم المعالجات الإحصائية التي يمكن تطبيقها على شيت البيانات؟ أه تختلف ما ما اقدر ما اقدر احدد يعني ما ماني فاهم ايش تقصدوا باهم المعالجات الاحصائيه لكن اذا تقصدوا انه كيف احنا نعالج مثلا البيانات اللي موجوده عندنا يعتمد على حسب إنتوا ايش المشكله اللي انتم تبغون تعالجونها دائما انا اقول ما ينفع نجيب البيانات ونقول نقعد نفكر بعد ما نجيب البيانات ايش نبغى نسوي تكون عندنا مشكله معينه او هدف معين من خلاله نقدر نعالج البيانات بالشيء اللي نحتاجه ونسحب البيانات بالشكل اللي احنا اتوقع ما ادري اذا وضحت ولا لا في ممكن انا تبغاني لو تحب اني انا اقرا الاسئله اللي موجوده في الشات اللي هو يقول لك هل يوجد ليمت معين للتحليل او نستخدم نفس الطريقه للبيانات الضخمه جدا يعتمد زي ما ذكرت هو تويتر يعطيك ليميتيشن لها يعطيك حدود طبعا ليميتيشن فيها الحدود تويتر يعطيك حدود معينه تقدر تسحب فيها مثلا خلال مثلا شيء يسمونه الاي بي اي حق تويتر يعطيك لغايه 3200 تغريده من حساب الشخص من الحساب المعين يعني يعني 3200 هذه ونفرض انه حساب مثلا الدكتور جلال عباره عن في 3000 تغريده من اول ما فتحه في 2011 او 2010 تويتر يخليك تسحب هذه البيانات كلها لكن لو جاء واحد عنده مثلا 100000 تغريده خلال العشر سنوات الماضيه او خلال الست سنوات الماضيه فيعطيه اخر 3200 تغريده يقدر يسحبها، لكن شو يسوون اغلب الشركات او الناس المهتمين في معالجه البيانات او تحليلها وكذا، حتى لو كنتوا طلاب دكتوراه وماجستير، مفترض انك انت كل يوم تسحب خصوصا الحسابات اللي تتاثر بسرعه، يعني في حسابات ما شاء الله تغرد ما شاء الله 20 30 تغريده في اليوم. مع طبعا نتكلم مع الريبلاي مع الردود على الناس، يعني متفاعلين جدا، فانت ايش بتسوي؟ المفروض هذه الحسابات بشكل يومي تسحبها. على اساس ايش يكون عندك مجموعه بيانات كثيره لهذا الحساب اما اذا تبغى ترجع اكثر من 3000 وتسحب بيانات اكثر بحدود مختلفه تويتر يدفعونك فلوس في شيء اسمه جنب 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 هذا هو الموقع طبعا جنب هذا بدا يسحب من تويتر من اول ما فتح تمام بدا يسحب البيانات وخزنها عنده وبدا يبيعها على الناس تمام المهم انه بعد تقريبا ثلاث سنوات او اربع سنوات جات تويتر قالت له اسمع انا الناس قاعدين يضغطون علي شكلهم في, السيرفر حقهم انهم يسحبون بيانات انا بشتري من عندك البرنامج وانت بيع للناس صار الحين التغريدات اللي تسحبها ممكن توصل لبعض التغريدات عشان يعني ترجع ترجع مثلا اربع سنوات ولا خمس سنوات مضت على هاشتاج معين وتقيسه ممكن تكلفك مئة ألف دولار تتكلم عن نص مليون ريال فصارت بيبيع البيانات هذا هو انا حطيت الموقع حق جنيب. ويشرح لك يقول لك تقدر تاخذ مثلا كذا اتصال ب 2000 دولار او تبغى شيء كثير ووقت بعيد تدفع فلوس عليها هل في تمارين عن طريق ما ادري اذا في اذا ما وضح الكلام او في استفسارات على نفس هذا ممكن تكتبون لي في الشات هل في تمارين عن طريقه سحب التغريدات أنا حطيت في الديسكشن ممكن تسجل في الكورس في أحد المناقشات واحد سألني وحطيت له كود الكود هذا بمجرد ما تشغله عندك حيسحب لك التغريدات تصير تحط الهاشتاج اللي تبغاه ويسحب لك التغريدات اللي تجي منها لو تويتر ما وفر لنا او اتاح لنا التحليلات نقدر ببرنامج او خوارزميات نوصل البيانات اكيد طبعا وهذا هو الهدف هذا هو العلم اللي احنا قاعدين نشرحه يعني انك انت ما تحتاج تنتظر تويتر عشان توفر لك التحليلات تمام لكن انت اللي تقدر تنتجها بنفسك طبعا في في مثلا كي هولز وفي بعض المواقع تسوي لك المنتجات هذه او تعمل لك التحليلات هذه على الهاشتاجات معينه بس تدفع فيها فلوس يمكن يشرجونك مثلا على الهاشتاج الواحد 200 دولار الى 300 دولار يعني تتكلم على 1000 ريال على هاشتاج واحد وحتى ما يطلع لك معلومات كثيره عنها اذا كان الهاشتاج جديد بالنسبه له مثلا لو تجي للموقع هذا اسمه كي هول وتبحث عن هاشتاج جامعه الملك خالد اكيد ما قد احد قبل كذا بحث عن جامعه الملك خالد فهم ما يعرفون انه في هاشتاج اسمه جامعه الملك خالد فبالتالي يعطونك معلومات قليله وضحله عن قليله عنه لكن مين اللي يستفيد اكثر اللي يجي بعد سنه ويبحث عن جامعه خالد لانه هم حطوا جامعه الملك خالد هذا الهاشتاج عنده في الحسبان وبداوا يسحبون عنه بشكل يومي في اي استفسار في شيء خاص في فيها احد الاخوه سال على في الاسئله ما هو على الشات في الكيو اند اي سال يقول سؤال شوي غريب يعني هو متعلق بامن حساب تويتر يعني يقول لك شكرا دكتور على هذا الموضوع والشرح ويقول كيف اعرف من يتجسس علي في تويتر؟ شو رايك دكتور؟ ما حد يقدر يتجسس عليك في تويتر بس انت اذا حطيت حسابك بابليك يقدر هو من تغريداتك ومن الاوقات اللي انت تغرد فيه يقدر يفهم سلوكك اصلا لكن انه يقدر يتجسس عليك صعب انه حد يتجسس عليك في تويتر يعني واللي يقول لك انا ترى اقدر اتجسس عليك بس اعطيني التغ... الحساب وانا اتجسس عليك الا اذا اخترقه يعني وكان يوزر نيم والباسورد حقك واضح للناس فانت تقدر باليوزر نيم والباسورد انك تفعل خدمه اسمها التحقيق الثنائي اللي هو بمجرد ما حد يدخل على الحساب يجيك على رساله على الجوال تاكيد الدخول ممكن لما انت حامي حسابك انا ما حيقدر يدخل عليه صعب انه حد يدخل عليه ممكن يكون مراقبه اي اكيد يعني انا ممكن اتابع مثلا مثلا عائشه قالت ممكن يكون مراقبه انا ممكن لو اعرف حساب عائشه تمام وهي حاطته بابلك، ما هو بروتكتد بروتكتد يعني محمي ما, ما حد يعني يطلع على المعلومات الا لما يكون متابع لك انا ما اقدر اظهر ترى التغريدات اذا انت حطيتها بروتكتد تمام يعني حطيت حسابك مقفل ما حد يقدر يشوفها ترى لكن التغريدات العامه ما الكل يقدر يعرفها فانا ممكن اشوف في ورقه جميله بحثيه سواها واحد آه عام 2009 تقريبا 2010 اسمها اي ايت ايس كريم في ايرلندا تمام ان ايرلندا اند درينك كافي اند درانك كافي ان لندن ايش المسمى؟ يقول انا اكلت ايس كريم في ايرلندا وشربت قهوه في لندن ايش مسوي؟ يحاول يشوف الناس اللي كانوا يغردون تمام؟ يغردون مثلا عن اشياء عن حياتهم اليوميه وبدا يطلع بعض المعلومات عن هذول الاشخاص. لا ما حد يقدر يعرف مين اللي يراقبك. لا طبعا انت حسابك بابليك يعني. مو انا مو انا قلت رجعت في النهايه هو اخترقك وليس راقبك. موضوع جدا مختلف. هو يعطيك رابط طبعا لما تجي تخشون على هاشتاج معين حتلاقون فيه روابط كثيره تمام الناس يحطون هذه الروابط ترى اغلبها مفخخه فانت بمجرد ما تضغط عليها انت تسمح للشخص بعض الروابط تكون فعلا يعني تدخلك على شيء معين من الجهاز تخترق جهازك فهذا موضوع ثاني يعني يعني خارج خارج المحاضره هذه يعني هذا ممكن يتكلم فيه واحد مختص في امن المعلومات يعني بس الخصوصيه زي ما ذكرت مستحيل احد يعرف او يراقبك وانت ما سمحت له الشيء ذا بس اقدر اعرف بعض التفاصيل بعض السلوك عنك من تغريداتك دكتور جلال بالنسبه لل يعني الفائده الكبرى او القيمه المضافه اللي ممكن احنا نحصل عليها من التنقيب على البيانات في شبكات التواصل الاجتماعي هل هي مثلا قيمه تكون شخصيه ولا ماديه ولا معرفيه؟ ايش ممكن نستفيد منها يعني بعد ما انا اطلع الـ الـ الاشياء البيانات ولا هذا بشكل عام يعني. طيب طبعا في ناس وانا اخوك كمان واحد اسمه يحيى ونوره رافعين يدهم يعني عندهم الظاهر اسئله او حاجه. طبعا ايش الفائده؟ هذا السؤال اللي دائما يسال. طبعا لكل شيء له فائده، على سبيل المثال مخبز معين عنده منتج خبز يبغى يوصله للناس اللي حوالينه ممتاز راح عرض المنتج حقه في تويتر عرض انه عنده خبز لذيذ ومن الفرن وبعد العشاء يبغى يبيع بعد العشاء راح سوى هذا راح عرضه في تويتر ما هو عارف ايش الهرجه تمام ما عنده يعني ما جاب له مثلا واحد متعلق فاهم في السوشيال ميديا يفهمه بعض الاشياء والتبز عليها تمام طبعا لما جاء عرضه في تويتر عرضه للكل لجميع الناس اللي قاعدين يتابعونه، ممكن ناس كثير من الرياض وناس كثير من ابها وناس كثير من الدمام يتابعون هذا المخبز اللي في جده تمام؟ وهو قاعد يعرض لهم المنتج وقاعد يدفع فلوس عليهم، فهو ما هو قادر يوصل المنتج للرياض وابها والدمام. فهذه الحاله هو صاحب المخبز هذا نجي نقول له ترى عندك مشكله انت قاعد تعرض منتجك برا حدود منطقتك، فانت ما انت قادر تبيع وانت قاعد تدفع فلوس في في الاعلان عنه تمام؟ فهنا ايش بيصير في صاحب المخبز يقول لك عطني تقرير مثلا انه وين وصلت آه لمين وصل مثلا الاعلان حقي؟ والله وصل ل ألف يوزر، طيب ال 20,000 يوزر هل كلهم في جده ولا برا جده؟ تقول له والله ترى عشرة بس في المية وصلوا في جده، عشرة في المية موجودين في جده. هنا هو لازم يشوف عنده مشكله في الاعلان. يصير يقول لا انا اذا تويتر ما هو مناسب لي، انا بروح اعلن على انستغرام وابغى اخصص المنطقه ابغاها بس لجده، ابغى كل اللي يتابعوني بس في جده. فهذا باختصار شديد ما اقدر اقول لك يعني ايش الفائده يعني اعطيك شيء فائده عامه لكن لكل شغله لها فائده معينه. وضحت؟ في اسئله واضح هنا واضح اجاوب عليها ولا نشوف اللي رافعين يدهم؟ في يحيى رافع يده آه ما ادري يحيى يحيى ما ادري هو ممكن رافع بال, بال... بالخطا يحيى اذا حبيت انك حاب انه يشارك بالصوت يكتب لي على الشات م. انه يرغب بالمشاركه بالصوت على اساس لأن بعض بعض المشاركين يضغط على علامه اليد بالخطا طبعا ف... في امجد اسئله يا دكتور هي في اسئله مثلا امجد شيقول يقول لا يا دكتور هو انتشر رابط وصحيح يسمح له بس يظهر شوف انا اخوك انا الحين اقدر اسوي برنامج في الجوال مثلا اسميه برنامج مثلا يعرض لك مثلا يعرض لك تلفزيون تسجيل واجي من خلال التسجيل حق البرنامج حقي اقول لك سجل من خلال حسابك في تويتر من خلال حسابك في تويتر انا لما تسجل من حسابك من تويتر او تبغى تضغط تبغى تشغل البرنامج هذا في جوالك ولا شيء يقول لك هو يسالك ترى لانه ما يقدر يسال يقول لك هل تسمح لتويتر انه ياخذ معلومات عنك ويحدد لك ايش المعلومات اللي ياخذها ممتاز فهو انت تقرا الشروط هذه اللي تظهر لك انت توافق عليها معناته انت سمحت له انه هو يطلع على ايش؟ يطلع على حسابك، ما يقدر يطلع ترى على الرسائل الخاصه الا اذا هو حدد لك قال لك انا حشوف الرسائل اللي ما بينك وما بين غيرك، طبعا هذه كيف حتسوي؟ انت تخش على شيء اسمه اب في تويتر تمام؟ تويتر كوم وتشوف ايش الحسابات اللي انت سمحت لهم او ايش البرامج اللي في الجوال اللي انت سمحت لهم يقدروا يشوفوا تغريداتك ويشوفوا الاشياء الخاصه معك، وتقرا كل واحد ممكن تشيلهم تلغيهم تقول لا ما ابغاك تتابعني ما ابغاك يعني ما ابغاك آه تراقبني، لكن انت سمحت له انه زي ايش؟ زي برنامج اسمه تويت بوت هذا برنامج اتوقع يساعدك انك انت تتابع الحسابات ويعني يقولون افضل من تويتر نفسه تمام؟ هذا انت سمحت له لما انت دخلت سجلت معه انت قلت له ما عندي مانع انك انت تشوف لانه هو بيرسل تغريدات من خلال هذا البرنامج فلازم تكون عنده صلاحيه انه يستخدم حسابك لانه انت ترسل له الامر للبرنامج ده والبرنامج ده بيروح لتويتر دوت كوم وبيحط التغريده بالنيابه عنك فهنا إيه؟ انت سمحت له بس مو يراقبك انت سمحت له بس يقدر يطلع عليك ممتاز آه طبعا انا اتكلم دحين هذا الشيء مختلف باختلاف عن الروابط اللي يسرق فيها اليوزر نيم الباسورد موضوع مختلف في بعدين يقول لك الدروس السابقه يمكن الدخول لها نعم أه البيانات الشخصيه لاصحاب الحسابات مثل اين اين يقيم او الجنس وغيره قد لا تكون صحيحه وغالبا كيف يمكن الاعتماد عليها في التحليلات طالما هي غير صحيحه هي ما هي مساله صحيحه وغير صحيحه بس انا مثلا على سبيل المثال يحيى الحين جيت انت غرّت انك انت واو مره مكه عجبتك اخذت عمره باريحيه تمام بعدين فجاه بعدها اليوم الثاني انت غردت عن شيء في الرياض ثم من بعدها بثلاثه ايام تغردت عن شيء في ابها تمام لكن انا جيت اخذت حساب يحيى وشفت خلال السنه كامله ايش قاعد يحيى يغرد لقيت انه ذكر الرياض وذكر مكه وذكر المدن هذه بنسب اقل بينما ابها ذكرها بمد... بشكل مفصل في مدينته طبعا ما نتكلم احنا على ايش على الكوردينت اللي مفعل اللي هو ايش اللي... الموقع حق حقه الحالي لا نتكلم عن الكلام اللي قاعد يكتبه لان الكلام انت اللي تكتبه هو اللي بي يعني بينم عن سلوكك انت فلو ذكرت انت ابها عده مرات ما انت في ابها يعني هو تخمين في النهايه هو بريدكشن تنبؤ ما هو شيء حقيقي فعلا ولا هو شيء يعني تقدر تقول ما هو صحيح لا له صحيح وله نسب وله دراسات وابحاث بس تقدر يعني تقدر تلخبطني يعني مثلا انا كمحلل تقدر تلخبطني ببعض التغريدات تحط لي مره في مكه مره في مدينه مره مره تضيعني انا لكن بالنسبه للجنس نفس السيناريو يعني البنات بيتكلموا بكلام بكلمات معينه والرجال بيتكلموا بكلمات معينه هذه الكلمات هي اللي تؤخذ في الحسبان يعني تمام وخصوصا احنا اللغه العربيه عندنا شيء حلو يعني الواحد لما يتكلم يتكلم, يتكلم بصيغه الانثى او يتكلم بصيغه الذكر فتختلف الشغلتين هذه ترى مو زي الانجليزي الانجليزي ممكن اقول لك صعب الجنس لكن في اللغه العربيه مو هذاك الصعب، مو هذيك الصعوبه ممكن ربما. أه كيف يعتمد عليها؟ اذا يعتمد عليها زي ما وضحت انا، اقدر اعمل بحث علمي والتفاعل يكون على هاشتاج بتويتر ومنه اقدر اشوف النتائج بالتنقيب، صح؟ ما يحتاج تسوين آه, 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 اه اوكي، ما ادري اذا فهمت السؤال صح او خطا، بس انك تقدر تسوين هاشتاج والهاشتاج هذا بتشوفين التفاعل وبعدين تسحبينه، لا، شوفي لك اي هاشتاج واسحب البيانات اللي فيه. وشو بس قبل كل شيء لازم تشوفين ايش تبغين تسوين البرنامج خاص بالتنقيب بتويتر فقط لا جميع الاشياء اليوتيوب آه الشغلات كذا يعني. آه في دائما انا اقول هذه الجمله في اليوتيوبس تمام آه في فتره من الفترات كنا في اليوتيوب فكان يقول عنده مشكله كبيره مع العرب ليش؟ لان اليوتيوب ايش بيسوي؟ هو من فين يكسب اليوتيوب؟ اليوتيوب يكسب من آه الاعلانات اللي يحطها في اليوتيوب ومن الفيديوهات اللي يجيبها لك على حسب انت ايش تتفرج فانت لو تلاحظ الحين في اليوتيوب لو تدخل على اليوتيوب على الصفحه الرئيسيه في اليوتيوب حتلاقي في فيديو ظهر لك انت اصلا ما تتفرج بس ترى هو عارف كيف جابه لك هو شاف حولك المنطقه اللي حوالينك مين يتفرجون هذه الفيديوهات وقال ترى كثير يتفرجوا هذا الفيديو فليش انت ما تتفرجوا عشان كذا تجيك بعض الشغلات في تويتر في قصدي في اليوتيوب لها علاقه بسلوك بدراسه البيانات نفسها البرنامج خا طبعا بعدين نصنع... وصلنا هل البيانات تخزن في السعوديه في الخارج اي بيانات تقصد؟ هي تقصد تويتر تويتر امريكي يعني فاكيد انها تخزن برا يعني ما اعتقد تخزن في السعوديه في اسئله اخرى؟ هذا السؤال يقول توجد مشاكل لدى العديد من الناس في انشاء حساب على ال هل تويتر الحصول على الاكسس توكن؟ ما اعتقد في مشاكل يعني هي كلها تخش على الاي بي اي تنشي حساب تمام ومجرد طبعا ممكن ليش؟ لانه الحساب اللي انشاته تلاقيه جديد وتلاقي يعني في كثير حسابات تحصلونها حتى اليوزر نيم عباره عن A, بي بي سي دي اللي هو اللي يجيك العشوائي هذا فاكيد تويتر ما حتعطيك تعتبرك انك انت مو شخص حقيقي يعني تعتقد ان علم البيانات جرت فقاعه وترند ام فعلا مستقبل عظيم انا ما حاقول لك طبعا ترى علم البيانات ما هو شيء جديد ترى هو شيء بدا من الستينات ترى تقريبا من الستينات او الخمسينات يعني له 70 سنه تقريبا بس أنا بعطيك باختصار شديد شيء عن علم البيانات يعني تمام؟ أه الحين البقالة على سبيل المثال دائما هذا مثال البسيط للعلاقة في علم البيانات تمام؟ لو رحت للبقالة الحين تمام؟ دائما بعد العشاء في السعودية الثقافة حقت السعودية مثلا بعد صلاة العشاء تمام خاصة في أيام الأسبوع العادية في أيام المدارس تلاقيه بعد العشاء يمر على البقالة ياخذ من عنده مثلا لبن، خبز اشياء اشياء معينه ثابته، اغلب السعوديين حياخذونها يعني إن هم نفس الشيء، ممتاز؟ صاحب البقاله تلاقيه حاط كل واحد في مكان عشوائي داخل البقاله بينما يقدر ايش يسوي؟ لو عنده لو عنده لو دخل بس على المبيعات اللي عنده وجد انه ايش اكثر اشياء مبيعات عنده ويجي يحط الاشياء جنب بعض. في بعض المحلات العالميه يجي يحط لك مثلا البيبسي مع الشبس اللي هو البطاطس مع مفك البيبسي تمام مع المويه يحطهم كلهم في صف واحد تستغرب ساعات تمام مره بعض المحلات الاخرى مثلا حاط عند البيبسي حاط مصاصه للاطفال كنت استغرب طلعوا لا انه خاصه يوم الاحد هو يحطها ليش لانه يقول لك الابهات مثلا يجي يوم الاحد معاهم غالبا العائله الاولاد فتلاقي لما يجي يشتري بيبسي وبطاطس عشان يوم الاحد بيتفرج في البيت تلفزيون مثلا برا فنتكلم عن برا اي يتفرج تلفزيون وكذا فهو يجي الاب معاه ولده يوم الاحد فيحطون اشياء خاصه للولد عشان الولد يشوف عينه فيها وياخذها ويسحبها مثلا المعلبات اللي هو صلصه الطماطم الفول الشغلات هذه لو تروحون للبقاله اللي هنا ما تلاقون مفك العلبه موجود لهم بينما لو حطوا المفك حق اللي يفتح العلب جنبها ممكن ينباع فهذا هو الهدف من البيانات البيانات في النهاية ما هي مسألة الترند وأنا الواحد يتكلم عليه أنت كيف تجيب فلوس من وراها يعني بمعنى صح تقدر تروح مثلا لو أنت فهمت موضوع معين في البيانات تقدر تروح مثلا للدانوب ولا تروح لبندا وكذا تقول له ما أنا ترى عندي فكر معين أقدر أسوي لكم مبيعات تزيد بنسبة كذا من خلال تعطيهم الدراسة يعني مو بس كلام تسوي لهم شيء تجربة معينية هم بالنهاية يشوفون ويقولون لك إيش اللي ممكن يصير كم كمية البنات اللي يمكن سحبها من الاي بي اي؟ تقدر تعرفها اون لاين، انا اخبر انه كانت كانت تقريبا 100 ريكوست، ايش يعني 100 ريكوست؟ يعني 100 طلب. في الربع ساعة. طبعا كل طلب تقدر تحصل على 100 تغريدة او 200 تغريدة. هل الكورس دايم؟ هذا يجيبونك عليه عمود التعليم الالكتروني. نعم نعم فور فري في أسئلة أخرى دكتور جلال في واحد برضو سأل عن طريق ال يقول سمعت أن تويتر ما يسمح لي أحمل تغريدات أكثر من أسبوعين ما ادري ايش حمل تغريدات اكثر من اسبوعين هل هذا صحيح؟, صحيح. واين صحيح. واين اقدر واين اقدر اقرا شروط للتحميل؟ أه الشروط في الاي بي اي دات تويتر او اب دات تويتر غالبا اي بي اي دات تويتر دات كوم تظهر لك جميع التفاصيل طبعا هو ايش الفكره من تويتر؟ هو ما يبغاك تروح اكثر من اسبوعين من الان ليش؟ على اساس ما تضرب على سيرفراته لانه ترى تويتر عنده سيرفرات سيرفرات في النهايه، السيرفرات هذه تستقبل في الثانيه الواحده يعني تويتر يوميا يقول لك 600 مليون تغريده يوميا، يعني في الثانيه تتكلم على الاف الالاف، تمام؟ فسيرفراتهم شغاله ما يبغى كمان يزيد حملها انه يسح يعطي الناس بيانات لانه لما يسحب الناس بيانات من عنده برضو هذه بتشغل السيرفرات وبالتالي تصير عليه تكلفه اضافيه هو. فراحوا حددوها بايش؟ بالاسبوعين انك ترجع لاخر اسبوعين. بس في طرق اخرى ترجع لاكثر من اسبوعين يعني. طبعا يعني زي ما ذكرت مثلا انت تبغى تسحب في النهايه انه مو شيء انت تصحى من النوم تقول له انا ابغى اسحب التغريدات الفلانيه او ما في اكثر من اسبوعين ويجلس يرجع يكمل نومه لا في النهايه انت تبغى تص... عندك مشكله تبغى تحلها المشكله هذه تنحل على على الشهور او انك تروح تقلب وتدفع تصرف ألف دولار ولا على حسب هم كم يقول ما ابغى تغريدات من الفتره الفلانيه للفتره الفلانيه ترسلهم على الايميل هم يعطونك السعر حقها انا اخبر مره طلبت منهم تغريدات حقت سنه على هاشتاج واحد لمده سنه سنه سنتين لمده سنتين كان سعرهم هذا الكلام قبل ثلاث سنوات كان سعرهم قرابه ال 20,000 دولار ارسلوا لي اياه ارسل لهم 20,000 دولار ويرسلوا لي هذه الهاشتاجات كامله او لمده سنتين الهاشتاج هذا بس هاشتاج واحد يعني لو ضفت عليه هاشتاج اضافي بيشرجوني زياده يعني مبلغ كبير يا دكتور <applause> ما هو هذا ما هذا هو الفكره منه في النهايه البيانات فيها فلوس يعني ما هي ما هي بالسهوله هذه انت لما تتكلم على بيانات تقدمها لجهه اخرى ما تقدر تتكلم على فلوس عشان كذا عندك اليوتيوب ما يكسب عندك اليوتيوب ما يكسب من الفيديوهات اللي يرفعها بالعكس الفيديوهات اللي يرفعها عنده تطلع على قولتهم تزعج سيرفرات ويحتاج لمراقبه هو يكسب, يكسب من ايش يكسب من الاعلانات اللي يظهرها للناس المعينين في الوقت فهو عنده سلوك للانسان سلوك للمستخدمين عشان كذا يحقق مبيعات خرافيه نفس السيناريو طبعا اليوتيوب الحين تمام آه لو تلاحظون المشاهير شو يقولون؟ يقولون اضغط سبسكرايب سبسكرايب وتابعنا. طبعا اللي يضغط سبسكرايب على فيديو معين ترى له قيمه تختلف عن اللي يشاهدها مثلا في فيديو معين شافوه ثلاثة مليون. آه اليوتيوب كيف يحسبها؟ يحسبها لك آه يقسمها على ألف لانه ألف مشاهده تقريبا 30 سنت. فانت تتكلم لو ثلاثة مليون شافوا الفيديو ممكن تجيك منه ألفين دولار. تمام لكن لو ال دولار هذولي ضغطوا سبسكرايب تمام لو جو مثلا 2000 شخص ضغط سبسكرايب في ذا الفيديو ممكن يجيك منه 200 ريال اكثر من المشاهدات نفس السيناريو لو جاك الاعلان في النص والاعلان بس تحرك او ضغطت سكيب له قيمه لو شفت الاعلان كامل له قيمه مختلفه ترتفع فهم هم يكسبوا كذا لانه هو بياخذ الفلوس من الاعلانات الشركات اللي تعلن يعني دكتور جلال الان لما اعمل سحب بيانات مثلا اليوم على هاشتاج معين حيجيب لي اخر اسبوعين فقط نعم لو استخدمت الاي بي اي حيجيب لك اخر اسبوعين فقط لكن لو ايش لو انت جيت بيدك كذا سكرول داون لو رحت مثلا التويتر نفسه وقعدت مثلا ضغطت على هاشتاج وقعدت تتقلب انت كذا تنزل لاخر شيء وتنزل تنزل يعطيك مجال اكثر بس في النهايه انت تقرا لكن لو تبغى تسحبها بيانات يعني حقيقيه جوجل يعطيك تفاصيل قصدي تويتر يعطيك تفاصيل لانه تويتر لما تسحب من الكود حقه ترى ما يعطيك بس التغريده واسمه يعطيك تفاصيل تعطيك 70 تقريبا 70 حقل او 70 عمود مع كل تغريده تخيل يعني يعطيك تفاصيل ترى كثيره مو بس يعطيك التغريده وتاريخها وزي اللي انا سويته في الاكسل شيت لا يعطيك اكثر مما تتخيل لو تكتب تويتر اي بي اي تويت وانا بحاول احط الرابط هنا تشوفون الحقول حقول كثيره ويعطيك بشكل تقدر تخزنها تقدر تستفيد منها فعشان كذا كده... عشان كذا انت لو عندك مشكله معينه تبغى تحلها مثلا انا في الدكتوراه في رساله الدكتوراه سحبت تقريبا قعدت سنتين وانا اسحب في التغريدات بشكل يعني يعني الكود شغال يوميا ما يطفي ين... مثلا آه يسمح لي تويتر كان آه تقريبا كل ربع ساعه يعطيني 100 اتصال فانا اخلص ال 100 اتصال في ثلاث ثواني انتظر ربع ساعه بعدين ارجع اشتغل الكود مره ثانيه فقعدت سنتين اجمع في التغريدات لين ما وصلت مثلا عندي 200 مليون تغريده الين بعدين بعدها بدأت احلل الموضوع ما هو انه انا ابغى مشكله واحلها عاجلا، يبغى لها وقت بعضها شوفوا هذه اللي حطيتها دحين في هذا هي تفاصيل التغريدات اللي تجيكم حطيتها انا في الشات تقريبا اشياء كثيره 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 تجي يمكن تتكلم على اكثر من 70 حقل يجي معها في في اسئله على الشات يا دكتور لو اخر اسئله اللي هو في تمرين جاهز لسحب البيانات اه ايوه انا حطيته في شو اسمه في في الدسكشن حطيت كود في الدسكشن بالبايثون لو تحطه بس في لغه البايثون وتحط بس الهاشتاج على طول يشتغل معك يعني تحط الاي بي اي كود وضحت انا شرحته تقريبا 10 اسطر حتى لو ما انت فاهم الكود وكذا بس تنزل البرنامج حق البايثون تشغله يشتغل معك, معك أكثر آه ما اكثر وسائل التواصل بيانات ايش تتوقعون؟ خلينا نقول ايش اكثر مثلا خلينا نقول ايش اكثر موقع قاعد ياخذ من النت ما ادري اذا صغتها صح ولا لا ابدا تويتر ولا شيء نتفليكس نتفليكس ياخذ نسبة كبيرة من حجم من البيانات ومن الانترنت نفسه من التحميل ومن كل شيء. ونتفليكس هو اغنى على قولتهم اغلى شركة الان. لانه غير مفهوم الفيديو بالكامل. طبعا بخوارزميته ايش انه قدر يعرف سلوك الشخص ايش يبغى يتابع بس ببساطه سوا على فكره سوى مسابقه عام 2006 للجامعات الامريكيه او لجميع العالم يعني اللي يبغى يشارك انه نبغى نبغاكم تعلمونا يعني لنا كود ل يعني ايش الفيلم اللي ممكن يتابعه جلال وفازت فيه شباب فريق بحثي من برينستون واخذوا مليون دولار ومن بعدها نتفليكس عيان خير زي ما يقولون. يعني كان يعني ارباحه شويه الحين ما شاء الله ارباحه زي امازون يعني ينافس امازون طبعا امازون كمان من من الناس الكثيرين اللي يستفيدون في البيانات ارجع ارجع لسؤالك لما تقول هل فيها فلوس ولا ما فيها فلوس امازون من يكسب؟ من البيانات يعرف انت ايش تبغى تشتري ويقول لك ها ايش تشتري هذه الشغله؟ ترى فلان جنبك شرى هذه الشغله او شافوا هذا المنتج من خلال بياناتك وتصفحك وسلوكك يعني في سؤال دكتور بالنسبه لشهاده الكورس تعتمد على ماذا؟ يقول في سؤال شهاده الكورس تعتمد على ماذا؟ على الحضور فقط ولا في انشطه مطلوب أن ينجزها المتدرب على اساس يحصل على الشهاده؟ شهاده الحضور في ال اتوقع هذه ما ادري هذا شيء الظاهر عندكم انتم في عمادة التعليم الالكتروني اذا ماني بغلطان يعني. يعني اكيد يعني على الايميل ايوه وفي انشطه يعني هي طبعا بالنسبه لقيمه الشهاده اللي حاب انها يشارك ويحصل على الشهاده اعتقد انه لازم انه ينجز في متطلبات لها موجوده في لو دخلت على الكورس حتحصل متطلبات الحصول على الشهاده موجوده و ممكن انك تستفيد منها يعني بالنسبه في سؤال طيب هنا وانا اخوك من سامح في سؤال هنا هل هناك تقديرات احصائيه لعدد التقديرات التي تمثل الحجم الامثل او الصحيح للعينه؟ طبعا صعب انك انت تحدد الاحصائيه عدد. انا صح يعني انا عندي تحفظ مثلا لما يجي واحد يسوي يحل مشكله مثلا من من 1200 تغريده او من 3000 تغريده تمام يعني حرام اقول اوكي وشغلك حلو وواحد ما شاء الله مسوي لي عينه من 100000 تغريده انا اشوف ابو 100000 نتائجه حتكون ادق من ابو 3000 لأن ال ألف يعني عنده مئة ألف لأنه في النهاية شوف تحليل البيانات يعتمد على الهيستوريكال، إيش يعني الهيستوريكال؟ من التاريخ حقه، كيف يعني؟ يعني أنت مثلا عشان تبغى مثلا ونفرض آه على سبيل المثال، تبغى تعرف آه جنس آه جنس الـ جنس, الـ جنس الـ الحساب من تغريداته. مثلا واحد حتى او تبغى تشوف هل التغريده هذه بوزيتيف آه ولا نيجاتيف يعني هل هي ايجابيه ولا سلبيه مثلا على سبيل المثال تمام فانت تروح تجمع تغريدات ولنفرض تجمع مئة ألف تغريدة ممتاز على مئة ألف تغريدة هذه إيش تحتاج تسوي فيها تحتاج تسوي شيء فيها يسمونها ليبلنج إيش يعني ليبلنج تحتاج تسوي عليها إنك أنت تروح تغريدة تغريدة وتطالع هل فيها هل هذه التغريدة عبارة عن إيجابية ولا سلبية ممتاز وتحط عليها الإشارة هذه بعدين تأخذ العينة تختار من مئة ألف مثلا عينة بسيطة وتقيسها على, على البقية من المئة ألف اللي أنت ردي أصلا عارف محتواها حتكون عندك database او شيء يسمونه index او شيء يسمونه فهرسه بالكلمات الاكثر استخداما في الايجابيات وبالكلمات الاكثر سلبا بالكلمات الاكثر سلبا في السلبيات وهكذا موضوع طويل يعني ما اتوقع مديني انا ذكرته يعني تكلمت عليه في الكورس يعني ممكن ترجعون للكورس تشوفون التفاصيل عنه اضافيه اكثر. طيب الله يعطيك العافية دكتور جلال على هذه الندوة الجميلة والرائعة التي أضعت لنا بعض النقاط الهامة في كورس تنقيب شبكات التواصل الاجتماعي على منصة كيكيو اكس في بعض الأسئلة تتعلق بالكورس نفسه يعني أي نشاط موجود في في الكورس نفسه يفضل انك تنجزه يعني في متطلبات اساسيه وفي انشطه قد تكون عامه لكن لكي تحصل على الفائده المرجوه كامله من هذا الدوره ومن هذا الكورس يجب انك تنجز جميع الانشطه اللي موجوده فيه يعني حتى لو ما كانت متطلبات للحصول على الشهاده لكن على اساس انك تستفيد منه بشكل جيد. الكورس هو بينتهي في نهايه الشهر مارس هذا اللي احنا فيه. ممكن قد يكون هناك في تمديد اذا كان هناك في اي تمديد راح يتم التنسيق مع المحاضر وراح يتم الاعلان عنه في الكورس على منصه كيكيو اكس. احب ان اختم دكتور اذا عندك اي خاتمه تبغى تختم فيها دكتور او شيء قبل ما اختم انا ابدا ما ادري اذا في اي استفسارات من طفلهم هذا في واحد سال ما القيمه السوقيه لتويتر وسناب وواسو وامازون علي بابا صعب والله اني احددها لك كل واحد له سوقه على السريع ممكن بجاوب عليه وبعدين بعد نختم تويتر القيمه السوقيه حقته تجي من التغريدات اللي قاعد ينتجها والناس اللي يبغون يعرفون لأنه السعود مثلا على سبيل المثال دوله زي الدوله السعوديه تقريبا 8 مليون منهم قاعدين يستخدمون تويتر من 20 مليون من 30 مليون تقريبا مع المقيمين ف قيمتها بالنسبه للسعوديه كبيره السناب نفس السيناريو السناب طبعا انا مره كنت جالس مع واحد مسؤول عن المحتوى في السناب وكنت اقول له السعوديه ما شاء الله استخدامها ودول الخليج مره كثير قال لي اسمع ولا شيء قال لي اكثر ناس تستخدم السناب ونجيب منه فلوس هم الدول الاسكندنافيه فليش لانه نسبه وتناسب هم يقصونها. الواتس اكيد معلوماته جدا مهمه لانه ما شاء الله حتى في السعوديه ودول العالم صاروا يستخدمون المعاملات الرسميه فيه فبالتالي قيمته زادت امازون يعتمد على المنتجات اللي تقدمها وعلي بابا نفس السيناريو يسوقه في الشرق الاسيوي وهكذا يقاس يعطيك العافيه دكتور جلال احب في نهايه هذا هذه الندوه او هذا ان ان انوه الى ان هناك عدد من المهارات الجديده التي تم اضافتها مؤخرا الى منصه كي اكس من اهمها البرمجه للجميع بلغه البايثون وبعض المقررات الطريق الى هذا الطريق الى الخاص اختبار الهيئه الطبيه الهيئه السعوديه للتخصصات الطبيه في مجال الصيدله وبرضه في عندنا عدد اخر من المقررات زي عقود الامتياز التجاري اداره التوريد وسلاسل الامداد التجاره الالكترونيه واداره الاداء المالي بفعاليه مرحله الانطلاق هناك عدد كبير من المهارات تم اضافتها مؤخرا، نتمنى ان تشاركون معنا وتستفيدوا من هذه المهارات الموجوده في الوقت الحالي. شكرا لكم وشكرا للدكتور الجلال على حضوركم وتفاعلكم في هذا الويبنار، الى ان نلتقي بكم في لقاء اخر، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.